يعني هذا الشيء متوقع لكم نهار السبت، نهار السبت 24 كان 23 في الشهر. دابا نهار 24 راكم وسط الغابة نفس تحت السبت التهديدات سعود بحال دابا بقى شهر باقي، حنا فرحانين غنمشي لا إله إلا الله، حنا وسط سعود راح نمكتش فين لا وسط حول ولا قوة إلا بالله. خلعان. نعم كننتظر، لأن عرفتي هذا المباشر عنده أهمية كبيرة ومباشر للعبرة، وكننتظر أن المتتبعين يلتحقوا بنا في هذا المباشر باش تعمل فائدة، وكذلك الكل يستفد، وداك الشيء اللي وقع ليكم ما يوقعش لشباب آخرين. إن شاء الله. وبسم الله نتوكل على الله. مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكه. مرحبا بمتتبعينا أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. هذا المباشر هام جدا، هذا المباشر للعبرة، نيابة على كل متتبعي قناة شوف تيفي. كنشكر هاد الشباب اللي مروا بواحد التجربة قاسية، بواحد التجربة يعني صعيبة، ولكن ما سكتوش وجاو اليوم وعيطوا للقناة شوف تيفي وقالوا بغينا نحكيو هاد الشيء اللي وقع لينا باش ما يطيحوش خوتنا في نفس هاد الشيء اللي طحنا فيه. يعني داكشي علاش نيابة عليكم خوتي كنشكرهم بزاف، مباشر للعبرة. وتنتم مشاهدينا تعاونوا معنا بالبارتاج، الله يجازيكم بألف خير باش تعمل فائدة ويوصل هذا الشيء لكل كاع الشباب اللي كيحلموا، اللي عندهم طموح، اللي كيحلموا انهم يمشيوا يبدلوا الحياة ديالهم، اللي عندهم ذاك الحلم الاوروبي اللي للاسف الشديد بدينا تنشوفوا يعني بزاف ديال الشباب كيحلموا انهم يمشيوا خارج ارض الوطن من اجل انهم يحسنوا من الوضعية ديالهم، ولكن للاسف الشديد الكل كيحلم انه يهاجر بطريقة غير الشرعية او بطريقة السرية، هجرة سرية للأسف الشديد. كيقول لك ما لقيناش البديل. إذا مرحبا بكم، فالتحقوا بنا، راهم خوتنا التحقوا بنا، وباش بغيت المباشر يزيد يطلع مزيان زيدوا بارطاجيو والله يجازيكم بخير باش تفهموا اشنو واقع. اشنو واقع راه بالبارطاج ديالك غادي تنقذوا شباب كتار، لان كاين واحد العصابة راها كتاخذ الرزق ديال الشباب ديالنا وكتعرضهم للخطر. مرحبا بكم خوتي، تفضل خويا. بسم الله، السلام عليكم. مرحبا بك خويا، احكي لنا التجربه اللي وقعت لكم. التجربه اللي وقعت لينا هو حنايا قلت لك التجربه اختي اللي وقعت لينا حول هاد العمليه اللي نصبوا علينا فيها، هو كنا بغينا نهاجر على حساب المعاناه اللي كنعانيو هنايا وداكشي. هاد الناس خداونا من هاد الباب، هذا طمعونا من هاد الباب، عطاونا داكشي الدول اللي تنقلبوا عليه. ملي مشينا لعندهم ديك نقطة الضعف ديالكم استغلوها، استغلوها ملي مشينا لعندهم على أساس أنهم غادي يحرقونا. فاش تواصلتوا دابا نتوما معاهم؟ كيفاش تعرفتوا عليهم؟ في الفيسبوك. في الفيسبوك دابا تنصح أي إنسان ما يبقاش يتشيق في الفيسبوك وما يبقاش يتشيق في هادشي ديال. واخا تقدر توضح لنا شوية أكثر كيفاش حتى طاحوا عليك ولا طحتي عليهم؟ واش هما دايرين يعني شي رسالة كيصيفطوها كيبارطاجوها عبر الفيسبوك ولا شنو؟ كاينين دابا جروبات ديال الحراقة، جروبات كيكتب واحد الاعلان ديال انا راه عندي خارجه نهار فلان فلاني، اللي بغى يجي عندي يجي، وتيقول لك ما تجيب معاك لا فلوس لا والو، جيب معاك واحد ضامن وجي عندي. هذا هو باش طمعونا، زادوا طمعونا باش تقنا حنا. يعني كتقول انت شوف هاد الناس راه بغاو يوصلونا ولكن ما غنعطيوهمش الفلوس من الاول، ما غنعطيوش الفلوس حتى توصل. تيقول لك ملي غتوصل الضامن اللي معاك غيجيب لينا الفلوس، تيقول لك الضامن كاع ما تجيبو كاع، تيقول لك خليه في شي بلاصه بعيده. هذا هو باش طمعونا حنايا. واخا نتوما شنو درتو؟ شحال كنتو بكم نتوما؟ حنايا كنا ثلاثه، ثلاثه الاصدقاء. انا لا جوج اللي بغاو يهاجروا، انت انا وصاحبي والاخ ديال الضامن هو اخوك، اخويا الصغير ديناه هو اللي معاك غتبقى عنده الفلوس ضامننا. نعم صافي، حنا تقنا في الناس مع ملي هضرش نهضروا معاهم تيبان لك انسان بعقله تيعرف يهضر مزيان، راه ماشي ساهل يعني راك تكون حاضي. حنا كنا راه ماشي حنا حضينا كاع الاحتمالات خدينا بها، ولكن قاولبونا فهمتي، هادو محترفين في النصب والتهديد بالسلاح. عرفوا كيفاش يستدرجوكم؟ عرفوا كيفاش يستدرجونا، المده ديال والمده ديال الوقت اللي كيهضر معاك وتيقول لك ما تجيش عندي هذا الوقت، تنقاد لك الخرجه بلا جيت على هذا الوقت. فمهم زربانين شوما، زربانين هما حيت يوميا عندهم ضحايا كيوقع لهم نفس الشيء. حنا دابا خرجنا باش الناس ما تبقاش تشيق، حيت يوميا ولاد هاد المنطقه ديال خريبكه الفقيه بن صالح كيتكريسا وكيلعبوا على البعد.
تيلعبوا على 600 كيلومتر ولا هادي تيقول كذا ما غيبقاش يرجع. كيعطيوك الفلوس تيديو لك 5 المليون 6 المليون كيعطيك 1000 درهم باش ترجع تحلف باش ترجع كيتفوبر عليك كيعطيك 1000 درهم عطاونا 1000 درهم باش نرجعوا باش ما نبقاوش ندورو تماك حيت هما باش ما نقزوش المراحل خويا غادي حيت دابا انا راه عارف راه عاودتي ليا ولكن بغيت المتتبعين حتى هما يمشيو معنا مرحله بمرحله. تواصلتوا عبر التواصل الاجتماعي حددتوا الثمن شحال داروا معاكم؟ الثمن كان قال لنا هو 4 المليون لواحد غادي باش يدينا بالجيسكي بالموطور بقينا كنتشاو معاه دار معنا بثلاثه ثلاثة المليون. شحال ديتو نتوما معاكم؟ دينا معانا انا ديت ثلاثة وديت معايا بحال قولي ثلاثة وثلاثين الف ريال ديال الاورو والدري صاحبي دا ثلاثة وستين الف ريال ديال الاورو. نعم هادشي كامل قالوا لكم غادي تخليوه عند الضامن والضامن ديالكم نتوما هو اختاريتيه هو الاخ ديالي هو الاخ ديالي يعني نعم يعني هما قالوا لكم ما تعطوناش حنا دوك الفلوس حتى توصلوا حتى توصل قال لك هو سير حتى توصل حنا تقنا فهمتي حنا كون ما كناش تقنا ما غاديش خويا غادي نريسكي به ما تريسكيش حتى براسك حتى براسك ما غاديش مشيش عندهم ما غاديش صافي صيفطوا لينا واحد السيد جا عندنا داك السيد نقيف وجهه في حالته لابس مزيان مربي اللحيه تعرض لينا في الطريق قال لينا غتدخلوا معايا مع 9 الليل وصلتوا للفنيدق حنا ما عارفينش قالوا لنا شدوا طاكسي قلنا لهم بلاصه غنجيو عندك قال لك دابا الصباح قلنا لي جي عندنا نديروا معاك شي قهوه ولا هادي قال راني ما مساليش قال راني نوجد شي فلوكات للدراري وحدين اخرين دابا ما مساليش شويه قال كنصيفط لك واحد الدري خدام معايا غيجيبكم بالطوموبيل شويه عيط لينا قالنا شدوا طاكسي جيو عندي حدا سوق الحد حنا ما مشيو هاد المنطقه ما تنزلنا من الطاكسي بنت من الظلمه بقينا هادشي بالليل 9 ديال الليل بان لينا السيد كيتسنى فينا جا عندنا هضر معانا ملي حنا ارتاحين على داك السيد ملي ارتاحين على داك السيد استدرجونا للغابه قالنا غتريحوا راه غيجي الطوموبيل كاميو غيهزكم ويديكم راه كاين واحد الدراري حراق اخرين هما راه مريحين ريحوا معاهم صافي دخلنا حنا ريحنا مع هذوك يلا كي دخلنا بحال ما هكا مريحين هما في واحد حنا صافي كسبوا الثقه ديالكم كسبوا الثقه حنا غادي فرحانين حنا ما نتوقعوش غيكون كريساج ولا ملي دخلنا بحال ما هكا يا الدري صاحبي يعني دابا مشيتي انت وصاحبك والضامن والضامن هو خويا هو اللي غتبقى عنده الفلوس ملي وصلنا للبلاصه لقينا الدراري مريحين هما في الغابه صاحبهم قالوا لنا دوك راه هما هما حراقه هما مريحين صافي وصل داك الدري صاحبي بغى يسلم على الاول جيت انا بغيت نسلم سديرو الصواب هما دايرين في واحد الواد جابونا في واد باش ما تهرب ما والو حاصرونا في الواد هما مريحين في الواد مع غنسلم عليه شي غيضر غنسمع واحد الجعبه في راسي غتسمع الطن بالجه ما صافي ما بقينا كل واحد لقيت ولات كتبان لينا غير الظلمه بكثره الضرب شويه حتى كنهزوا عينينا كيبان لك حاطه وكتجيك حاطين عليك مدره واحد حاط لك مدره حدا غير كتنوضي ضربك واش بانوا لنا السيوف شادين الجعب مسودين في يدك ديال الدراع ديال بيكالا باش كيبيضاري وديك اللي فيها السلسله هذيك مسودينه طويله صافي هنطونا كتفونا صافي بقاو علينا بالضرب بقاو شي ضربوا فينا قلبوا لنا مزيان داو لينا كاع داكشي اللي عندنا داو حوايجنا كلشي حوايجنا داوهم ما حاجه من اللي ما حيدوش لينا الحوايج اللي لابسين دوك من اللي خلاو لينا صافي ما من اللي تلقونا من تسعود هما شادينا وضربوا بينا شي 4 كيلومتر وسط الغابه زيدوا يتمشاو بكم وسط الغابه ودوزونا من شي بلايص واعرين دوزونا من واحد الجرف صغير ديرها ولا ها طيح في الواد الواد راه بعيد تما غارق ضربوا بينا ديك الطريق صافي تهلكونا ما تلقونا حنا ولينا فاش كنفكروا ولينا تنقولوا هادو غيدبحونا حنا تنقولوا يعني كتشوف الموت تنقولوا الموت حنا يعني مرينا من الموت هذوك الناس كانوا باغيين يقتلونا ما فيهاش اللعب وكون تعارفنا معاهم وتضاربنا معاهم يدبحونا لان دزنا من الموت الموت سلمتوا كتقول لهم خذوا اللي بغي فلوسكم استسلمنا كتقول انت ديك اللحظه حنا كنقول لهم ودي عندنا وليدات انا عندي وليدات السيد الاخر عنده شي 4 الوليدات اللي مودي خذوا ديك الفلوس غير ما تضربونا ما حتى شي حاجه هادشي اللي ولينا كنطالبوا منا كنطلبوا غير الحياه ديالك غير الحياه حيت همايا اصلا غير غدير هو تيقول لك شوف تيقول لك غدير شي حاجه تخلي بياسه تيقول لك نقطع لك يدك نقطع لك صبعك نحيد لك ودنك صافي يعني الا ما عطيتيش الفلوس ودنك يدك عينك يحيدها لك ما يقلش عليك ما يرحمكش فيها لان هو يا اصلا عنده فكره انك تبراني عليه ما كيحملكش اصلا ما حاملكش هو تما بحال نتايا فهمت شي يهودي ولا ما اصلا هو ماشي ما حاملكش
هو بحال كيتعامل مع شي انسان اللي تفضل خويا. قلت لك اختي هو بحال هما كيتعاملوا مع شي انسان اللي ماشي غيدي لك رزقك وغادي يرحمك، هو كيتعامل معك كانه الا شدك ما يرحمكش. وهاد الرساله تنوجهوها للدراري، اي واحد شي ديال الحريق غير يحيدوا من راسو وما خدامش. نكملوا هاد نوجهوا الرساله من بعد ما كتفوكم خداو لكم الفلوس ديالكم كاملين، حسيتوا بان كاينه العنصريه؟ كاينه العنصريه باش نطقوا بيكم العنصريه. نتوما غنبقى نقول لكم نتوما صحاب الداخل. لا نتوما قالوا لنا نتوما عروبيه باغي تحرق، اجي نوريك الحريق. اجي نوريك الحريق شنو العروبيه نتوما هادي ما نسبوا. يعني كانت العنصريه حتى الناس ما تعاملوش معنا ديال تماك مزيان، حتى الناس ملي خرجنا سبونا وعايرونا وعروبيه وفهمتي. يعني تعاملوا معنا واحد المعامله قسيه وسبوا لينا والدينا. يعني حسيتوا بالعنصريه؟ كاينه، حسينا كاينه العنصريه ماشي حسينا العنصريه اكثر من الشمته. مازال شي شمته كدوز، اما العنصريه ما كدوش. كتشوف واحد خوك مسلم بحالك بحالو تيقول لا اله الا الله وكيتعامل معاك هذيك المعامله وفهذيك الظروف اللي انت فيها، ما يقدر توقع لخو، توقع ليه هو، توقع لواحد من عائلته، ما كيحش ما تيرحمكش. ماشي شي تعاون معاك ولا تيزيد هو يسب فيك ويعاير فيك. دخلوكم خداو الفليسات خلاوكم مكتفين ولا طلقوكم؟ ما تلقونا من اللي داونا، ما تلقونا تضربوا بينا 4 كيلومتر وسط الغابه، دخلونا من واحد القنش وخرجونا من واحد القنش. يعني صافي حتى واخا تبغي والركابي ما بقاوش عندنا الدري ولينا غاديين وكنطيحوا. هما باش خرجوا من ديك الغابه؟ هذا شي ماطب لا كملوا الطريق هما في الغابه، وصلونا لواحد البلاصه وقالوا لنا راه هو الطريق سيروا من هنايا، ومشاو هما كملوا عطاونا 1000 درهم وقالوا لنا يلاه سيروا من هنا. صافي حنا ولينا غاديين تنطيحوا وتنجريوا وغادي تنتكركبوا في ديك التا باش نهربوا من حداهم. يعني في المجموع داو ليكم في المجموع بينك وبين الصديق ديالك شحال؟ انا داو ليا 33000 ريال وعاد باش خلي التليفون والحوايج، والدري صاحبي داو لي 3,060,000 ريال وعاد باش داو لي التليفون، وداو لي جوج تليفونات واحد صغير وداو لي واحد ريدمي وداو لي شوا حوايج وعاد باش الحوايج. هادشي غير نهار السبت مع تسعود ديالي. نهار السبت شحال كان في الشهر؟ كانت 24. نهار 24 في الشهر في شهر 7 2021 مع تسعود ديالي بغابة في الفنيق. انا كنت كنصحاب راسي ماشي في المغرب هذيك الساعة، حيت انا حنا ما عمرنا عشنا هادشي هذا، حيت الحمد لله الامن. هنا في خريبكة ما تكريساش، هنا في خريبكة ما كاينش اللي يقيسك، دير فلوسك في جي. ما عمر شي واحد كريساني. انا ما عمرني في حياتي ما خليت فين مشيت، ما عمر شي واحد كريساني. ملي عشت ما كنت كنصحاب راسي فشي دوله اخرى، ما كنتش كنصحاب راسي في المغرب. انا كون ما كنتش متوقع غيوقع لي هذا الشيء وعارف داكشي ما نمشيش. راه مشكل كبير، يعني عصابه كتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي. والمشكله لان هذه العصابه ناشطه دابا راه خدامين. شنو وقع باش عرفتي بانهم مازال خدامين؟ انا هضرت مع واحد منهم عرفته من الصوت ديالو باقي خدام. وقول لي بانك تعرفتي على شي اصدقاء اخرين نقلتيهم وهذا هو اللي خلاك تعيط لقناه شوف تي في وخفتي هادشي اللي وقع لك وقع للناس. ما بغيناش دراري اخرين يتصيدوا بحالنا، لان واحد السيد من هضرت معاه قال لي راه هو تا تيدير نفس العمليه. قال لي شوف، قال لي راه جايين عندي الدراري ولاد خريبكة واش تجي معاهم؟ قلت لي واخا نجي معاك. كيعطيني النمره ديال، ملي عطاني النمره هضرت مع الدراري تصابوا ونت نعرفهم ولاد خريبكة. لقيتهم ولاد خريبكة؟ ولاد خريبكة. هما كانوا غيمشيو في نفس ثلاثة ولاد خريبكة هما الاوديوات ديالي عندهم كلشي. قلت لي ما ودي راه غيديروا ليكم. قال لي السيد الاخر لا انا راه غادي ندير معاه وغندير الشروط. قلت لي شوف راه ملي غتمشي عنده راه غتدخل يشدك صافي، راه ما بقات لا شروط لا والو، كتدخل كتكتف يسدوا عليك صافي تيديروا فيك ما بغاو. وكنتي مخلي الفلوس في داركم غتصوني داركم يصيفطوا الفلوس، كنتي مخليها عند شي واحد غادي يجيب الفلوس. المهم كتولي بحال رهينه. يعني تقدر لو كان ما كانش معاكم الاخ ديالك اللي هو ديته معاكم تخليو عنده الفلوس، كان ممكن يشدوكم ويقول لك يلاه عيط لوالديك ولادك اللي عندهم الفلوس ولا راك وصلتي. وصلتي بز منك الا ما درتيهاش غيقتلك، ويقتلك ولا غيحيد لك شي حاجه ودنك ويقطعها لك ويوريها لصاحبك. كما قال لك نخليو لك شي بياسه. تيقول لك غنقطع لك ودن غنعطيها لك تشدها في يدك صاحبك، غير ما هضرشيش حتى غيعيط صاحبك. المهم ضروري خاصهم يضحيوا بواحد. شنو هازين في الاسلحه؟ الاسلحه اللي شفتوها الاسلحه عندهم سيوفه، عندهم مداري، عندهم دوك سميتهم دوك الشفرات، عندهم هذيك اللي قلت لك ديال بيكالا مسوديه، عندهم الجعاب فهمتي؟ يعني مسلحين مزيان.
يعني في ما كدور كتلقى العدد تقريبا شحال بهم هذو اللي مدورين العدد اللي شفت انايا اللي كانوا حدانا حنايا بعداك سته، وعاد باش كانوا شي وحدين على برا، هذوك على برا حاضرين اليوم. ملي نزلنا لقينا واحد واقف، الطريق. واحد واقف لي وواحد تبعنا من اللور، هذوك حاضرين ليهم الطريق، فهمتي؟ حاضرين اللي تكون اللي يكونوا ربما اش كيقولوا دايرين بحساب لي الى ينتقم منهم شي واحد، فهمتي؟ ممكن ينتقم شي واحد يجي حتى هو صحابو يشدهم، دايرين هذا الاحتمال. تيحدوك من برا شكون اللي جا معاك، واش ثلاثه ولا جايين كثر؟ اللي كانوا كثر غيعيطوا لي يقول لي هرب، فهمتي؟ دايرين حاضرين ريوسهم مزيان. نعم اخي، كنقول لكم على سلامتكم. الله يسلمك. شنو بغيتي تقول لخوتك؟ بغيت نمشي تصيدوا كيما تصيدنا حنايا. اول حاجه رساله للشباب كاملين اللي في لاج ديالنا، هادشي ديال الحريق ما يعمرش بيه راسه وما يتيقوش. ما كاينش شي حريق من كاستياخو ولا من تطوان ولا من طنجه، راه ما كاينش، راه كاين هذوك كاملين نصابه ناشطين في النصب، تيتصدرجوا بنادم الضحايا عندهم تيديروا فيهم ما بغاو. جيتوا لمدينه خريبكه، امتى وصلتوا لهنايا؟ وصلنا نهار الحد. نهار الحد صافي شديتو نيت الطريق. الحد شديتو جيتو درتو شكايه هنايا درنا شكايه، درنا شكايه للنائب العام. السيد الوكيل العام. السيد الوكيل العام. نعم امتى درتوها؟ حنا كنشوفو هنايا يعني راكم دايرين الشكايه ديالكم هنايا، كاينه لاكيزي درتوها في 28 28 يونيو. يوليوز. اوكي. شنو الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا حنا هو بغينا ان الامن يتعاون معنا في هذه المرحله، لان الناس عندنا عليهم ادله. اول حاجه عرفناهم، عندنا تصاور، عندنا تصاور، عندنا ما يفيد مزيان، فهمتي؟ عندنا ادله كثيره. انت باغيين غير تفتح تحقيق راكم غتعاونوا مع رجال الامن ومع النيابه العامه باش انهم يلقاو عليهم. عندنا باش نشدوهم، فهمتي؟ كاين تصاورهم معروفين، الكونفيرساسيون ديالكم، كلشي باقي عندنا في الفيسبوك، باقي عندنا النوامر باش كانوا تيهضروا، باقي كلشي عندهم. يعني هنا كطالبوا بتعميق البحث. تنطالبوا بالمن امن يوقف معانا يتعاونوا معانا. حنا ما مشينا ضحايا، ما بغيناش ناس اخرين يمشيو تما ضحايا وهما الامن يعطيهم عبره لوحدين اخرين اللي كاينين تما كيكونوا هما عبره ليهم، فهمتي؟ خصوصا دابا ان هاد العصابه هذه مازال كتنشط في مواقع التواصل. مازال ناشطه، مازال ناشطه اللي دابا هذا اليوم ناشطين، باقي اليوم انا تيصونيو عليا. تيهضروا معايا بالما انهم باقي ناشطين، ما كاين حتى شي حاجه. تيهضروا معاك ما عارفينش واش بعدا مريتي بهاد التجربه يعني. لا والو، باقي انت الصدى، حيت دابا اي بنادم تيعيطوا عليه جي خلي الفلوس هادي تيتيق، بنادم تيمشي يعمى، راه ماشي غير حنا اللي تنصاب علينا، راه امه كاين اللي دابا ما باغيش يهضر، كاين اللي تي الحكمه، فهمتي؟ دابا هما ملي كتوصل عندهم تماك ما كتبقاش ضامن ولا شي حاجه، تتولي رغم السلاح غتحط فلوس كامله اللي رزقك. حنا دابا خلونا محنونة، انا كنت كنبيع ونشري، فهمتي؟ كنت كنبيع ونشري، كندير فراشة. ملي وقفات عندنا الوقت ود الازمة ديال كورونا مشيت تسلفت مزوج، مزوج تسلفت جوج المليون، وكان عندي راس المال مليون كنت كنبيع ونشري بيه. بعت السلعة ديك الذكرى، بعت كلشي، فهمتي؟ انا طمعوني ان انا استصغر نمشي مشى كلشي ومسلف. ودابا ولا كانت حياتك غادي تمشي وحياة وبين الموت، وكنا غنخلي عائله ورايا، غتمشي بنت والمراه حامله، مشكله كانت غتوقع علينا، كارثه نزلات علينا. نعم غادي نعاودوا نسمعوا حتى الضمن يضيف لنا شي اضافه للقصه، فهمناها من عندك. بغينا نشوفوا الاخ ديالك اللي حتى هو الاخ ديالك اللي حتى هو مر معكم بهذه التجربه، اللي هو ما كانش باغي يحرق ولكن ديتيه انت والصديقه ديالك على اساس انه هو عندما غادي يبقاو الفلوس حتى توصلوا غادي يسلمهم الفلوس. نعم خويا حنا انا كنت غادي على نيتي صافي، قلت مزيان فهمتي الاخ ديالي مشي حسن ينقد راسو حتى هو يجي يولي مزيان هو والصديق ديالو. ملي مشينا ولينا داخلين شادينا مكتفينا، حط الفلوس ولا غتموت صافي، ما عندك ما غادي دير، غتشوف حتى غتعيا غتعطيهم فلوس. لحقاش حنا برانيين، ما عندناش اللي غادي نعيطوا ليه غادي يعتقنا، هما كثار والاسلحه البيضاء ما كاينش. كيفاش غادي دير؟ هو دابا هذا المشكل، يعني الانسان خاصو يفهمه. فيسبوك ما نقربش ليه، ما فيش لا بيع، ما فيش هذا الشيء ديال بحال الكود ديال سميتو الحرايق ولا شي حاجه، شي حاجه مضمونه، شي واحد كيصيفط لك معرفه. اما هذا الشيء ديال فيسبوك انسان يبعد منه. بحال دابا مثلا احنا غاديين على نيتنا، نشوف شنو ولاو دايرين لينا، نقدروا
وعلاش ما نقولوش كاع حنا هاد الهجره السريه ما خدام يتفاداها الواحد من الاحسن احسن حاجه خاصكم كاع كتعرفوا من الاحسن بنادم يصبر يمشي مزيان حسن ليه يمشي بطريقه قانونيه يمشي بطريقه قانونيه منا كيدير وريقات منا بزاف ديال الحوايج كيخدم مضمون ماشي عيب الشاب يفكر انه يحسن الوضعيه ديالو ماشي عيب عادي ولا انه يكون عنده داك الحلم الاوروبي ولكن العيب والخطا العيب هو انني نمشي بطريقه يعني الريسك بحياتي الريسك بحياتي هي هذه مثلا دابا ما بقاش الثقه دابا الانسان ما بقاش يثق فحال هاد الحوايج نعم اخي يعني شنو الطلب ديالكم من بعد ما مريتوا بالتجربه يعني الرعب عشتوا ليله نتوما عندكم نهار السبت ليله الرعب انا راه تنقول انا يا ربي غير نتهز غير نتحطها في الدار هادشي اللي تبغي تشريها بالفلوس لا انا لا هذا لا الاخر شي تبغي تشريها بالفلوس ما نتهز نتحط غير في الدار ولا نتهز نتحط غير برا يعني دخلتي لواحد البلاصه بحال قلتي مثلا سدوا عليك فواحد الحاجه يعني صعيب باش تخرج منها راه هي نخرج حي ولا نخرج من هاد الغابه وليت كنقول نعطيهم الفلوس والله يسر يضربونا وتخيلي معايا دابا غتعطيهم الفلوس ها هي 7 مليون تعطيها لهم والله يسر يضربوك يلا شوف يعني ملي جيتو اخي درتو شكايه درتو شكايه لسيد الوكيل العام عندكم ما يفيد اكيد عندنا ما يفيد متعرفين عليهم عندكم الصور ديالهم وقفوا قدامكم تعرفوهم نعرفوهم عندكم يعني الكونفرساسيون اللي بيناتكم كلشي باقي هذاك الشيء كامل كلشي كاين النمره ديالهم التصويره في الواتساب كانوا دايرين فيها الجيسكي باقا كلشي كاين كونفرساسيون في التليفون هذاك الشيء كامل باقي واخا داو لينا التليفونات الاولين ملي دابا خدينا التليفونات كلشي رجع الهضره اللي كنت كنهضر معاهم بقى مشجع تفبروا عليكم بألف درهم هاك باش هذيك اللعيبه باش تركب تمشي للدار ما تبقاش الدور هو بقى لهم الشمايه ما تبقاش لهم الشمايه حيت هما ولاد كاستيا اخو مولد الدرب تما ولاد كاستيا اخو ملي سولنا داك الشيء قالك ولاد كاستيا اخو بالضبط هما عندهم خاصك تخويب صافي عطاوكم ديك الألف درهم يعني وراه عندها المعنى يعني شد الكار حاسبين هما داكشي طلبناهم مع التليفون دارسينو التليفون الدولين هو التليفون حيت الا عطاوك التليفون غير تزاكلو من حداك غادي تعيط حوايجنا الدولين فعلا راه التليفون تا هو علاش حيدوه لك يعني باش ماشي غير تحرك من حداك تعيط يقدروا يجيو رجال الامن يديروا حملات نشيطيه تما يتلقى عليهم القبض اللهم قطعوا عليكم الاتصال يعني شي حاجه اللي تقدروا انكم تواصلوا بها في نفس الوقت عوض ما تخرج كطلب باش تركب اللهم هاك باش تركب خوي ليا من البلاد نعم حنا هادشي اللي كنصحوا دابا الدراري يخويو راسهم من هادشي هذا هادشي ما خدامش واللي كيتواصل دابا مع هاد المجموعه راه غادي تنصب عليك اصلا راه البوليس نفس الشيء اللي غيمشي للشمال ما غاديش يحرق غيمشيو ليه راه الناس ديال تما قال لك دابا ما كاينش الحريق اصلا ما كاينش كلشي مسدود ملي خرجنا شي وحدين من تما قالوا لنا راه قالوا لنا ما طايروا لكم والو ما حيدك لا يدك لا رجلك والو يعني جاتو عجب يعني هادشي موال فين تيسمعوه لا يوميا هادشي تيوقع في حتى حنا باش تعاملنا معاهم يعني هاد الغابه فين وصلتوا نتوما منين شديتوا الطاكسي فين مشيتوا سوق الحد سوق الحد يعني هاد الغابه كاينه حدا سوق الحد هي سوق الحد صافي هي كلها غابه تما كاينه هما استدرجونا دخلونا الاعماق ديال الوسط سبحان الله اذا رسالتكم الاخيره اكيد كتوجهوا النداء ديالكم وكتناشدوا يعني المسؤولين باش انهم يتدخلوا كتناشدوا السيد وكيل الملك او الوكيل العام انه يفتح تحقيق ويعمق البحث هادشي اللي كنطلبوا ياخذ لينا حقنا راه حنا راه بزاف راه المجرمين خاصهم يتعاقبوا لانه فهمتي يتكرصوا على بزاف قلت لك اختي هاد المجرمين خاصهم يتعاقبوا خاص القانون يعاقب هاد الناس هادو حيت كيتكرفصوا على الناس حيت كيديو الفلوس وتيضربوك وكيتمحنوا لك كيكتفوك وكيرهنوك تيشدوك راه ما تيعتقلوك راه عتقلونا من 9 حتى ل 12 الليل عاد باش تشلقونا راه عرفتي من هذيك 3 السوايع ولا 4 السوايع راه الموت كنا كنشاهدوا لان انا كنشوف في الموت تي كيقول لك غتمنمن غندبحك وفعلا الناس قالوا لينا ودي من اللي قلبونا قالوا واش ما طايره لك لا ايدك لا رجلك لا والو بالك صافي سير بحالك راه عندك الزهر ملي ما حيدش لك رجلك ولا وهادو دابا هاد الناس يعني راهم ناشطين عندهم مواقع ديالهم خدامين بها عندنا التصاور ديالهم عندنا المعلومات عليهم خاص فهمتي خاصهم يتعاقبوا ويتشدوا مرحبا
اذا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نقول لكم بارطاجيو هذا المباشر، فهو هام جدا. ممكن بالبارطاج ديالك تقدر توصل هاد النصائح وهاد التجربه اللي مروا بها شباب، ثلاثه ديال الشباب من مدينه خريبكا، وربما يكون مازال كاينين ولكن ما قدروش يهضروا، ولكن هاد الشباب تبارك الله واعيين، قال لك لا حنا بغينا نهضروا نقدوا خوتنا، خصوصا انهم تواصلوا مع شي وحدين من شي شباب من مدينه خريبكا، لقاوهم حتى هما راهم غاديين لعندهم، فكانوا سبب باش نبهوهم. نتمنوا كلكم تعاونونا باش يوصل هذا المباشر لكاع الشباب، كاع كلشي يعرف هذا الشيء، وكذلك يوصل للمسؤولين، السيد الوكيل العام اللي داروا شكايه نهار 28 في شهر 7 2021 هنا بمدينه خريبكا. كنتمنوا انهم يتفاعلوا مع الشكايه ديالهم بسرعه ان شاء الله، ويتلقى القبض على هاد العصابه في اقرب وقت ممكن، والاستماع لهاد الضحايا لانهم عندهم ما يفيد، وكذلك عندهم الصور ديالهم اللي قدروا انهم يحصلوا عليهم وتعرفوا عليهم. اذا وكذلك كاين لحد الان مازال هاد العصابه كتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي، مازال كيستدرجوا الضحايا من كل المدن المغربيه، وخصوصا من هاد المناطق كما كتعرفوا مدينه خريبكا، الفقي بن صالح، هاد النواحي هذه، يعني دائما كنعرفوا بانهم كيتمناو بزاف انهم يمشيو خارج ارض الوطن من اجل يعني يحسنوا الوضعيه ديالهم. فنيابه عنكم مره اخرى تنقول لهاد الشباب على سلامتكم، رجعتوا لوليداتكم، رجعتوا لحبابكم، رجعتوا لبلادكم في الامان، الحمد لله. كلشي كيتعوض، كلشي كيتعوض، وكنتمناو حقكم اكيد ما غاديش تنازلوا عليه، والحمد لله كنتمناو ان يتكتفوا الجهود باش يلقيو عليهم القبض. كما قلت وكنعاود نقول ان هاد العصابه مازال كتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم هاد الاخ اللي امامنا راه تواصل مع واحد فيهم مازال باغي يستدرجوا برقم اخر وكضحيه جديده، يعني سهل باش غادي تلقى عليهم القبض. نعم نعم، غير خلي بلا ما داكشي كامل اللي غادي توريني والوثائق والصور، هذا التخصص ديال النيابه العامه ان شاء الله هما اللي غادي يفتحوا تحقيق. فاحنا صحافه وصلنا الصوت ديالكم، وكذلك خدينا هذا المباشر للعبره، غادي تنقدوا به بزاف ديال الشباب. شكرا لكم وعلى سلامتكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. بارطاجي يا مواطن.